واشتركي في القناة احسنلك، واتفرجي على الفيديو للاخر كي تعم الفائدة. نشر ابو هشيمة عبر الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وهو يمسك بيد فتاة معلقا كلمة قلبي. حفل خطوبة احمد ابو هشيمة وياسمين صبري تم خلال الساعات الماضية في احد الاماكن المغلقة، قدم لها فيه طرطقولي ودانكو طرطقتم خاتم ماس يبلغ ثمنه 200,000 دولار. انا مش عاوزة غير 200,000 مشترك دولار بس. ولا يهمني، عندي خاتم اغلى منه موجود في علبتي اللي مش عارفة هي فين. انا ممكن اصوره لكم، بس حرصا على مشاعركم فانا هحتفظ بالخاتم لنفسي. اقتصر الحضور على اسرتي ياسمين صبري واحمد ابو هشيمة وعدد من المقربين منهما. بالنسبة لحفل الزفاف سيقام في الصيف المقبل. الف مبروك لاحمد ابو هشيمة وياسمين صبري. ياسمين صبري كانت متزوجة عام 2012 من طبيب يملك مستشفى في مصر، لكنها انفصلت عنه بعد زواج دام 5 سنوات. اما احمد ابو هشيمة فهو الزوج السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي. طبعا انتم عارفين انا هقول لكم ايه دلوقتي. كل رجال الاعمال وزوجات رجال الاعمال وابناء رجال الاعمال يشتركوا في القناة. كل محبي الفنانة ياسمين صبري يشتركوا في القناة. كل اللي عين وقعت على الفيديو او ما وقعتش على الفيديو يشتركوا في القناة. ارزعوا اللايك واشتركوا في القناة احسن لكم. تمسوا بالخير يا احلى متابعين. ما تنسوش السبسكرايب بتاعي، لايك يا بيه، لايك يا فندي، تعالي نشترك في القناة.